الو، هذا سؤال زوين سولته الاخت. قالت لك اودي ولاش تيصلح هذا الديناميك وهذا باش نخويو لي زيبي. حيت فرضي معايا انتيا مثلا ناخذو في لادريس دينا في لادريس بوبليك وكلشي كلشي مدخل الانترنت وكلشي عاطينو ادريس اي بي فيكس، كلهم عاطينو ادريس اي بي فيكس ادريس بوبليك فيكس. انتيا عندك الملايين 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 الناس عندهم ادريس اي بي فيكس، اذا اش غيوقع لينا؟ غيوقع لنا مشكل، غيكونوا كلهم ريزيرفي ما لقاوش دي زادريس باش نخدمو. داكشي علاش يكونوا دي زادريس اللي هما ديناميك. ملي كطفي الروتور ديالك كيتهز هذاك، تطفي الروتور ديالك اولا كات جي ديالك كتخوي ليا المساحه كتريليزي ليا هذيك الاي بي كتصافي كتخليها وكنجيو حنا كنعاودو نعطيها لواحد اخر، فهمتيني؟ كاين كذلك دواعي اللي هي امنيه. باغ اكزومبل انا اللي عرفت لادريس اي بي، نفرضو انت عندك ادريس اي بي ستاتيك، عندك ادريس اي بي ستاتيك، ادريس ديال الدار ستاتيك، اذا انت بالنسبه ليا واحد الهدف ثابت، هدف ثابت، يعني نقدر انايا الا عرفت لادريس ديالك كحلتيها ما عندك ما ديري، غنبقى حاضيك. اما الا شكيتي في شي اختراق او لا اش كدير؟ كطفي الروتور هذا عندك ادريس ديناميك تعاود يعطيك ادريس اي بي جي وكتخدمي بها، فهمتيني؟ وعلاش ثاني تنخدموا بلي زادريس بريفي؟ علاش تنخدموا بلي زادريس ستاتيك؟ كما سبق ليا وشرحت، هي بعض الاحيان تيخصنا ادريس اللي هي فيكس. مثلا انت بغيتي تدخلي للبي سي ديالك، انت بغيتي تدخلي للبي سي ديالك وتخدمي فيه مثلا بالار دي بي، مثلا بالار دي بي بغيتي البي سي ديالك تكون البي سي ديالك في الخدمه، ولا خاصك شي حاجه تدخلي من البي سي من تليفونك اولا من البي سي ديالك للبي سي الخدمه. هنا راه غادي خصنا ادريس فيكس، حيت الا غير تطفى الا مشات غير الكونيكسيون وعاودت رجعات غادي عاودي تبدل الاي بي، اذا خاصنا غادي عاودي تبدل الاي بي، اذا خاصنا ادريس فيكس اللي واخا تمشي للانترنت وترجع تبقى هي ثابته، ما تبقاش تبدل ليا كل ساعه.